بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع مادة الرياضيات السنة الثانية إعدادي. نبدأ مع كتاب واحد الرياضيات، الأعداد العشرية النسبية كما نلاحظ، قدرات مستهدفة، ترتيب الأعداد العشرية النسبية وإنجاز مختلف العملية عليها، ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر أو العكس، ثم إنجاز مختلف العملية عليها، ناقص زائد ضرب قسمة، توظيف قواعد الحساب الجبري، إنجاز عمليات حسابية باستعمال المحسبة، الأعداد العشرية النسبية، المستقيم والمدرج. إذن عندنا هنا أنشطة تمهيدية، نشاط تذكيري. رتب الأعداد العشرية النسبية التالية ترتيبا تصاعديا. إذن كما نلاحظ هنا عندنا 12.5 ناقص 4.12، ثم عندنا 1.25، 0 ناقص 4 ناقص 4.125. إذن سنرتبه ترتيبا تصاعديا. إذن كما نلاحظ هناك أعداد سالبة ثم هناك أعداد موجبة. إذا أردنا ترتيب هذه الأعداد ترتيبا تصاعديا، هل نبدأ بالأعداد الموجبة أم بالأعداد السالبة؟ أعداد السالبة. أعداد السالبة لأن الأصغر. نحن سنبدأ من الأصغر إلى الأكبر. طبعا عدد سالب كيفما كان يكون دائما أصغر من عدد موجب. ثم نرتب الأعداد السالبة فيما بينها، ثم نرتب الأعداد الموجبة فيما بينها. إذن أولا سنبدأ بالأعداد السالبة. إذن الأعداد السالبة عندنا ناقص 4.12 ناقص 4، ثم عندنا ناقص 4.125. إذن كما نلاحظ بأن المنافسة ستكون محصورة بين هالثلاثة أعداد. إذا ناقص 4.12 ناقص 4 ناقص 4.125. إذا ما هو الأصغر في الثلاث أعداد؟ ناقص 4.125 ناقص 4.125 ناقص 4.125 أصغر ناقص 4.12 ناقص 4.12 أصغر من ناقص 4 ناقص 4. الآن سننتقل إلى الأعداد الموجبة، ثم بعدها أصغر من صفر، أصغر من صفر، ثم ننتقل إلى الأعداد الموجبة 1.25. طبعا الأعداد الموجبة عندنا 1.25، ثم عندنا 12، ثم عندنا الصفر الذي يوجد بين السالب والموجب. إذن عندنا 1.25، ثم بعدها 12.5. إذن عندنا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. إذن الأعداد كلها هنا. إذن هذا هو الترتيب من الأصغر إلى الأكبر. ثم عندنا أعطي 5 أعداد صحيحة نسبية محصورة بين ناقص 3.1 و 2.2. ما هي الأعداد؟ أعطي 5 أعداد صحيحة نسبية محصورة بين ناقص 3.1 و 2.2. إذن طبعا الأعداد محصورة، أعطي 5 أعداد محصورة بين هذ العددين. إذن عندنا واضح بأن الأصغر سيكون هو ناقص 3.1، ناقص 3.1 أصغر من ماذا؟ ثم عندنا هنا مثلا سيكون عندنا 2.2. إذن عندنا 5 أعداد. إذن 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. إذن ستكون عندنا 5 أعداد هنا. ناقص 3.1، ما هو الأعداد الذي يأتي بعدها؟ ناقص 3. ناقص 3، ثم بعدها؟ ناقص 2. ناقص 2، ثم بعدها؟ ناقص 1. ناقص 1، ثم بعدها؟ صفر. صفر؟ واحد. اتنين. وممكن أننا نضيف 2. إذن في حالة الاختيار. ثم نأتي إلى المستقيم المدرج. نشاط 1 كما نلاحظ. عندنا لاحظ المستقيم المدرج. المستقيم المدرج كما نلاحظ
حدد أفاصل النقاط O و E و A و B و C و D. إذن سنلاحظ هذه النقاط ثم نحدد أفاصلها. كما نلاحظ هنا عندنا الوحدة التي اعتمدت هنا هي حد المسافة التي طبعا تتكون من كما نقول حرفي مربع صغير من هذه المربعات الموجودة هنا. إذن عندنا الحرف الأول الحرف الثاني الحرف الأول الحرف الثاني تعطينا وحدة. إذن من هنا إلى هنا واحد، ثم من هنا من هنا إلى هنا كم؟ اثنان. إذن نبدأ أولا، عندنا واحد اثنان، هنا كم؟ 1.5. واحد فاصلة خمسة، لأن هذه النقطة توجد بين واحد واثنان، توجد بين واحد واثنان، لأن هذه النقطة توجد بين واحد واثنان. إذن وبالتالي أفصل أ كم؟ وبالتالي أفصل أ كم؟ 1.5. 1.5. الآن وجدنا أفصل أ. الآن عندنا هنا اثنان، ثم عندنا هنا كم؟ ثلاثة. ثم كم هنا؟ ثم كم هنا؟ 2.5. لأن هذه النقطة توجد بين 2.5 و2. إذن كم تكون؟ 2.25. إذن عندنا هنا 2، ثم عندنا 2، ثم عندنا 3، ثم عندنا هنا 2.5. إذن 2 و2.5، هذه النقطة توجد بين 2 و2.5، إذن أفصلها هو 2.25. وبالتالي فإن أفصل بكم؟ 2.25. إذن الآن كملنا من هذه الجهة، الآن يعني أنهينا هذه الجهة الموجبة، ثم ننتقل إلى الجهة السالبة. إذن عندنا من هنا إلى هنا واحد، من هنا إلى هنا كم؟ واحد. هنا ناقص واحد. ناقص واحد، ثم ناقص اثنين، ثم ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة، هنا ناقص أربعة، وهنا ناقص ثلاثة فاصلة ناقص ثلاثة فاصلة خمسة. فاصلة خمسة، هذه النقطة موجودة بين ناقص ثلاثة فاصلة خمسة وبين ناقص ثلاثة. إذن عندنا ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاثة. إذن كم تكون هذه النقطة؟ ناقص 3.25. إذن أفصل سي كم؟ ناقص 3.25. ناقص 3.25. الآن نعود هذه النقطة، كم هنا؟ ناقص 3.25. هنا كم؟ كم أفصل هنا؟ ناقص 3. نكمل. ناقص 4. ناقص 4 هنا؟ ناقص 5. إذن أفصل دي كم؟ ناقص 5. إذن أنهينا الجهة السالبة. ثم المطلوب أيضا أنقل المستقيم المدرج على الورق المليمتري، يعني مثل هذا الورق الموجود على هذا المستقيم هنا، أنقل المستقيم المدرج على الورق المليمتري تماما كما هو. هذا الورق المليمتري هنا، وضع عليه النقاط O و F و G و H التي أفاصلوا على التوالي. إذن أفصل نقطة E هو 0.5، أفصل نقطة F هو ناقص 0.25، ثم أفصل نقطة G هو 1.75، أفصل نقطة H هو ناقص 5.25. نبدأ بأفصل نقطة E. إذن نبدأ بأفصل النقطة E. إذن عندنا أفصل نقطة E هو 0.5. إذن عندنا هنا الصفر، ثم عندنا هنا واحد. أين يوجد 0.5؟ يوجد هنا. إذن هنا ستكون نقطة 0.5. لا، هذا الأفصل. أي 0.5 هو أفصل ماذا؟ أفصل نقطة E. إذن هنا ستكون نقطة E. ثم بعدها عندنا ناقص 0.25، وبالتالي سننتقل إلى الجهة السالبة. إذن الجهة السالبة توجد هنا. إذن عندنا هنا ناقص واحد، وبالتالي ناقص 0.25 في أي مكان ستكون؟ عندنا هنا ناقص واحد، هنا كم؟ ناقص خمسة.
ناقص 0.5. وبالتالي النقطة F أين ستكون؟ ناقص 1 ناقص 0.5 ستكون هنا. إذن ناقص 0.25 ستكون هنا. وبالتالي النقطة F ستكون في هذا المكان. ثم عندنا 1.75. إذن سنأخذ الجهة الموجبة 1.75. سنأخذ الجهة الموجبة. إذن عندنا 1 ثم هنا كم؟ 1.5. وبالتالي 1.75 ستكون في أي مكان؟ ستكون هنا. إذن عندنا 2 1.5. إذن الأفصول 1.75 طبعا هو بين 1.5 وبين 2، وبالتالي سيكون في هذا المكان. أي نقطة ستكون هنا؟ جي. إذن ستكون هنا النقطة جي. إذن النقطة جي سنضعه في هذا المكان. ثم عندنا ناقص 5.25. ناقص 5.25 سنأخذ الجهة السالبة مرة أخرى. كما رأينا قبل قليل الدي كم كان أفصله؟ 5 ناقص 5. الدي كان أفصله هو ناقص 5. هنا عندنا المطلوب، طبعا الأفصل المطلوب هنا إيجاده هو ناقص 5.25، وبالتالي سيكون مجاورا للأفصول ناقص 5. لكن في أي جهة؟ إذن سيكون في الجهة، إذن سيكون هنا. إذن هنا الأفصول هو ناقص 5، هنا ناقص 5.25، وبالتالي سنضع هنا النقطة آش. وبالتالي سنضع هنا النقطة آش.